احمد فتحي عامل مشاكل كتير الفتره اللي فاتت دي. يا ريت مصر كلها تبقى بقلب احمد فتحي. احمد فتحي من الناس اللي هي، انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، احمد فتحي ده من الناس اللي بتعمل ريتم في اداء الفرقه. تخيل، مظبوط، بيعمل ريتم عالي جدا. اولا القلب موجود على طول، الاشتراكات والالتحامات، عارف ممكن تبقى انت نازل مكسل شويه بس سرعه اداء التدريب او اللعيبه اللي قدامك تخليك الريتم بتاعك يعلى. فاحمد من الناس الهايله قوي، مش دلوقتي بس، ده طول عمره على تاريخه يعني.